Hey guys, مرحبا، حياكم العالم. يمكن تدشون غرفة أي بنت تلقون كولكشن مكياج، كولكشن عطور، بس يا الله هاي تيم الفلاسي بالشتنكم بنظاراتها، أدري، وما تلبس النظارة على العين، تلبسها على الخشم، بعد أدري. عشان تجي من بداية ظهوري في مواقع التواصل الاجتماعي الناس عرفوني بهذا الكاركتر، وحبيت أحافظ على هالكاركتر، مش عشان بس الناس حبوني، حبيت أحافظ على هالكاركتر لأن هذه أنا. فالباتش الأول من نظاراتي حبيت أشارككم فيه كولكشنات جديدة من نظارات انتقيتهم من براندات مختلفة موجودين في بوتيكي.